الآن حكيم الأنف والأذن. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقاتكم حكيم الأنف والأذن. الحقيقة قبل ما أبدأ حلقتنا، أحب دايما زي ما أنتم متعودينكم مع حكيم الأنف والأذن، أنا واحد منكم عايش معاكم في امتحاناتكم، في مظاهراتكم، في سلمكم، في كل حاجة. إحنا الحمد لله وبفضل ربنا معاكم في كل كبيرة وصغيرة إن شاء الله معاكم في مصرنا الجديدة. قبل بنبدأ حلقتنا، الحقيقة دعواتي القلبية لكل ولادنا في كل مراحل التعليم، ابتدائي وإعدادي وثانوي والجامعة، يا رب إن شاء الله دعواتي ليهم بالتوفيق والنجاح والتميز. أنا عايز أقول لهم الحقيقة حاجة، أنا عايز أقول لهم إن بلدنا محتاجاكو. الحقيقة هي مش بلدنا، بلدكو محتاجاكو، بلدكو يا شبابنا يا أطفالنا يا ولادنا يا أحبابنا محتاجاكو. محتاجة طلبة متميزين متفوقين، محتاجة شباب رجالة، عشان الفترة اللي جاية إن شاء الله هي دي الفترة بتاعتكو، الفترة البلد، الفترة اللي جاية إن شاء الله أنتوا اللي هتشيلوها. فإن ما كنتوش من دلوقتي هتبقوا مقدرين المسؤولية وعارفين إن التفوق والمذاكرة والتميز هي من أهم سمات المسلم، لازم الحقيقة إن شاء الله إحنا لازم نتميز كمسلمين، ها، وكطلبة، ها، لازم نبقى متميزين في دراستنا. والحقيقة زي ما بقول لولادي الحقيقة في البيت وبعلمهم دايما، إن خدوا بالكوا أنتوا كده كده بتذاكروا وكده كده بتموتوا نفسكوا في المذاكرة، طب ما تخلي النية بتاعتكوا لله. يعني إيه لله؟ يعني كل واحد بيذاكر طالب، في سواء كان في ابتدائي أو سواء كان في جامعة، يعود نفسه إن هو يخلص نيته لله. يعني أنا بذاكر طاعة لله، بذاكر طاعة لوالدي إن أنا أبسطهم وأفرحهم وأجيب نمر كويسة وأبقى شاب طالب مسلم متفوق أرضي ربنا. بكده أنت بتذاكر وبتاخد حسنات وعلى كل اللي أنت بتعمله. فخدوا بالكم، دي حاجة في منتهى الأهمية، نخلص النية في كل شيء لربنا. الحقيقة كانت حتى بنتي بتضحك معايا وتقول لي يا بابا أنت ضيعت مننا سنتين، ما قلتناش الكلام ده من سنتين ليه؟ ضيعنا سنتين مذاكرة على الفاضي. لو كنت قلت لنا الكلام ده من سنتين وهي لسه صغيرة، كان زماننا السنتين دول ذاكرنا وكمان مع المذاكرة خدنا حسنات. أنا بقول لكم لأ، جددوا النية وربنا إن شاء الله هيبدل كل الأعمال اللي أنتوا كنتوا بتعملوها كده زي ما بيقولوا كده، يعني رايحة في الهوا، لا إن شاء الله هتاخدوا عليها حسنات إن شاء الله. وبكرر مرة تانية، بلدكو محتاجاكو الفترة اللي جاية. نبدأ حلقتنا بقى، وما تنسوش تكلمونا على 1764 عشان تفوزوا معانا بالحالة المجانية اللي هنكشف عليها ونعمل لها فحوصاتنا إن شاء الله، ولو قدرنا كمان نعمل لها العملية بالمجان. وخدوا بالكو الحالة دي احنا دايما بننقيها أكتر الحالات صعوبة وأكتر الحالات احتياجا للكشف وعمل العملية. بحب أفكركم برضو مرة تانية إن شاء الله إننا بإذن الله يوم الحد اللي جاي بإذن الله هنكون في دمنهور بإذن الله، والحد اللي بعده في كفر شك، وطبعا رايحين بعد كده الأقصر وأسوان يوم 30/5 و31/5. نبدأ حلقتنا والنهاردة إن شاء الله زي ما أنتم متعودين حلقاتنا كلها حلقات دسمة، ما عندناش تضيع وقت، عندنا شغل من أول ثانية لآخر ثانية. هنتكلم النهاردة عن الشخير وشخير الكبار بقى، ها، وهنتكلم على وش وطنين الودن، وهنتكلم على اللحمية بتاعت الأطفال الصغيرين، ها، اللي عندهم سنة وسنتين وثلاثة، ولا اللحمية بتيجي من عندها ست أشهر، ولا الطفل بيتولد وعنده اللحمية. كل الكلام ده في منتهى الأهمية، تابعونا وقعد سبونا عشان هنتكلم على موضوع مهمة. وآخر حاجة هنتكلم على نقط الأنف، منكو حد منكو حط نقط أنف وجالي الطفل صغير وبعد كده لما تعب وداخ ولف والنقط ما جابتش نتيجة، بفضل ربنا منعنا النقط بشوية أدوية بساط جدا والطفل بقى زي الفل، ولا تقول لي حطينا مية بحر
ولا مية مش عارف ايه ولا نقط بمحلول ولا ما محلولش، ما بنحطش حاجة في الأنف. نبدأ حلقتنا ونتكلم على الشخير، وأول حاجة هنتفرج على صور عشان نشوف أسباب الشخير ايه. أسباب الشخير الحقيقة كتيرة جدا ومتعددة جدا، لو قدرنا نشوف أسباب الشخير من أول الأنف لغاية الحلق كتيرة جدا ملهاش أول ولا آخر. ياريت كده نبتدي نجهز صور أسباب الشخير. طيب أول حاجة بنلاقي إن سبب من أكبر أسباب الشخير تضخم اللوز. ياريت كده نتفرج على الصور ونعلق عليها واحدة واحدة. الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي قدامي دي صورة عادية خالص للحلق الطبيعي، الحلق اللي اللوز مفيش لوز، إلى حد ما اللوز طبيعية. شايفين المنظر ده طبيعي؟ أي حد من حضراتكم يبص في المراية ويلاقي المنظر ده عنده يقول الحمد لله أنا الحلق بتاعي طبيعي، وده الشخص الطبيعي اللي ما بيعملش شخير ولا بيطلع صوت وهو نايم. الصورة اللي بعديها طبعا كلكم عارفين وخاصة الأمهات الشاطرة إن من أكتر أسباب الشخير المنظر اللي انتوا شايفينه دوت، لوز متضخمة فظيعة فظيعة سد الحلق تماما، واللوز دي هي من أكتر الأسباب الشخير. على فكرة يا جماعة للكبار والصغيرين، والحلقة الجاية إن شاء الله لو اللي بعديها هنوريكم كمان، هنفرجكم على ناس كبيرة 50 و60 سنة عاملين لهم عمليات شخير وشايلين لهم اللوز، وكانوا مرعوبين وخايفين هتشيل لنا اللوز واحنا في السن دون، ده بيقولوا لنا ان احنا هنموت، ده بيقولوا لنا ان احنا مش الكلام ده كلام مش مظبوط، تمام؟ وهتتفرجوا الحالات دي ازاي بتتحسن لما بتتشخص مظبوط. الصوره اللي بعد كده طبعا الحلقه اللي انتوا شايفينها دي معموله عشان نبين لكم السبب، هو هنا اسمها اللهاء، الجزء المتدلي ده لها طويله جدا بتحك في اللسان وبتحك في الحلق وعامله مشكله الشخير. الصورة اللي بعديها برضو اللهاء زي ما انتوا شايفين لازقة في اللسان ازاي، طول ما الشخص بيتكلم طول ما بيبلع ريقه نهار وليل وهي قاعدة تعمل عملية احتكاك فظيعة. عشان كده ناس كتير جدا اللهاء دي بتبقى هي السبب الاساسي لموضوع الشخير والخنقة. كل اللي احنا بنعمله جوه في كرسي العيادة وانت قاعد على الكرسي يا دوبك إبرة تخدير موضعي بسيطة جدا، في 5 دقايق بنشيلها بجهاز الليزر والموضوع بينتهي تماما والشخير بيروح تماما. الصورة اللي بعديها طبعا السمنة المفرطة زي ما حضراتكم شايفين، واحنا الحقيقة يعني عايزين نغير من عاداتنا وتقاليدنا ان ما بقاش همنا كله الأكل، زي ما الرسول عليه السلام بيقول ها ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لإيه؟ لنفسك. ما يبقاش يعني الدنيا كلها للطعام، نسيب حتة بس ناخد ايه؟ ناخد فيها نفس بس. الصورة اللي بعديها زي ما انتوا شايفين ده برضو ولا ثلث لطعام ولا شراب، ده واخد القصة كلها اكل وشرب، واللي اكتر من كده انا عايز ابين السجاير من اكتر الحاجات، والمشاكل مع الكحوليات مع المخدرات مع ربنا يعافينا ويعافيكوا من كل الحاجات المحرمات دي. الصورة اللي بعديها طبعا ثلث مين وطعام مين وشراب مين، ده يعني ده كله لطعامك وكله لشرابك ومفيش حاجه لنفسك خالص، ده ان ما كانش بيشخر ويتخنق بالليل ده يبقى يعني يبقى حاله فريده ان هو لو ما كانش بيشخر ويتخنق. الصوره اللي بعديها ده منظر طبعا شكل اللحميه وبتعمل ايه في شكل الطفل الصغير، انا بوري الصور دي عشان لما ام تلاقي طفلها بالمنظر دون على طول تبتدي تقلق وتقول ده في مشكلة عند الطفل، ده الولد ليه شكله عامل كده، لان ده احنا بنسميها شكل طفل اللحمية. الصورة اللي بعديها برضو الحاجز الانفي من ضمن الاسباب الشهيرة جدا اللي بتعمل شخير، عشان ناس كتير جدا بيبقى عندها حاجز انفي معوج وتفتح بقها تقول انا بقي كويس، لكن فين النفس؟ ما المناخير اساسا مكتومة، المناخير اساسا معمولة عشان تاخد نفس، لما تتقفل بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده ما يبقاش عندنا سكة غير النفس وناخد نفسنا من بقنا، وهي دي مصدر الخطورة والمشكلة الكبيرة. الصورة اللي بعديها ودي حاجز أنفي برضو نفس الحكاية معوج سهل جدا وزي ما بيقول نحلف عليه بيدوك بس بالنظر، ولا محتاج كشف ولا محتاج دكتور ولا محتاج حاجة خالص، العيان المفروض يجي يقول لي يا دكتور هشام بص أنا عايز أعمل عملية الحاجز الأنفي المنظر ده.
سواء كان بقى بسبب خبطة مولود كده، الحقيقة ما بيهمناش السبب. الصورة اللي بعديها طبعا ده مشاكل الشخير، ده قاعد في طيارة ها، وزي ما حضراتكم شايفين شوية شوية ركاب الطيارة هيقوموا يضربوه. ها ده في ناس كتير جدا بيجوا يشتكولي، احنا بنقعد في الطيارة بالست سبع ساعات والعشر ساعات ما بنحاولش ننام، عشان لو نمنا هنتفضح. الصورة اللي بعديها ده طبعا بقى عملية شخير، وده طبعا زي ما بنقول اللوز وحاجة اسمها سقف الحلق وحاجة اسمها اللها، بعد ما بنطلعهم وبتتفرجوا، وهنفرجكم إن شاء الله على نتائج عمليات الشخير بعد ما بنعملها عمليات بسيطة جدا سواء بالليزر أو بالجراحة، لكن النتائج في الآخر هي اللي بتهمنا. الصورة اللي بعديها ده برضو حلق، يعني إذا كنتوا قادرين تتخيلوه شوية، ده جزء فيه لوزة والجزء التاني مفهوش، فالدنيا ابتدت تفضى خالص. الصورة اللي بعديها برضو أدي لوز وأدي لحمية وأدي اللهاة، أنا حاططهم كأنهم بالظبط واحد شايل فاتح بقه، ودي اللوستين في الجناب والسقف اللي في الجنبين دون سقف الحلق، واللي قدامكم خالص المشدود دون فوق خالص دي اللهاة. الصورة اللي بعديها دي برضو قبل ما نعمل العملية وابتدينا نبتدي نشيل اللهاة، رجعنا لكم بقى مرة تاني وبنقول يا جماعة الشخير الشخير الشخير. مشاكل الشخير ايه؟ طب ما تيجي نتفرج كده على فيديو ونشوف العيان دون بيشخر شكله عامل ازاي، وممكن تكون مشاكل الشخير بتاعته ايه؟ مشاكل الشخير بتاعته ان العيان دون ها ما بيعرفش يقعد في حتة طبيعي، يقعد في عيادة، يقعد في مكتب، يقعد في شغله على طول، يبتدي يطلع الصفارة ويبتدي يطلع ال زي ما بيقولوا الكلاكسات اللي بتظهر منه وهو ابتدى ينام. طيب هو بينام بالنهار ليه؟ ما هو بينامش بالليل، اللي ما بينامش بالليل لازم غصب عنه ينام بالنهار، في أي وقت بقى سايق ينام، في مكتب ينام، في منطقة ينام، في أي حتة. ناخد اتصال تليفوني. ألو ألو أستاذة أمل. طيب اتصال انقطع. بنقول ايه مشاكل الشخير ايه؟ طبعا الحقيقه مشاكل الشخير لا تعد ولا تحصى. يا جماعه شرقه طول الليل ما بيعرفش ينام على شرقه وحرقان في زوره، وايه تاني طبعا، وازعاج، ازعاج ليه ولزوجته ولولاده، صدقوني ما بيعرفوش، الاسره ما بتعرفش تنام، صدقوني الجيران ما بتعرفش تنام. وهنوريكم الكلام دون، هنوريكم الكلام ده من العيان نفسه، هو اللي بيجي يقول لي يا دكتور انا عايز جيراني تنام، انا عايز جيراني. انتوا فاكرني بعمل زي ما بيقولوا كده يعني كلام افلام؟ ابدا، العيان هو بيجي يطلب مني كده، الجيران عندي من كتر ما بقى انا بشخر بالليل بيعمل لهم ازعاج. طبعا الكلام قله النوم بالليل والخنقه وقله الاكسجين بيعمل له ضعف، يصحى الصبح العيان مدغدغ مكسر، ما هو مش عارف ياخد نفسه طول الليل، وكميه الاكسجين اللي بياخدها قليله، فيصحى ايه؟ يصحى كانه ما نامش. دايما يجي يقول لي كده يا دكتور انا بنام طول الليل نايم بس نص نوم، وبصحى كاني ما نمتش، وافضل طول النهار كل ما اروح في حته نام، اقعد على كرسي نام، اقعد في الاتوبيس نام، اقعد في التوك توك نام، في كل حته نام. شوف لي حل الموضوع الشخير. ناخد اتصال ونرجع نشوف. الو السلام عليكم. ام احمد عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا عندي على طول نحنحه كده وبلغم. طب وطي التلفزيون خالص يا ام احمد لو سمحت. افرازات كده في مناخي. لا وطي لي التلفزيون خالص. افرازات في مناخي. طب لحظه واحده. اتفضل. عندي افرازات دايما كده يا دكتور ونحنحه. ايوه. على طول عندي كده باستمرار. تمام. وبلغم بس ما بنامش على طول نحنحه طول النهار، يعني بقالي فتره على كده. كم سنه يا ام احمد؟ عندي 43 سنه. 43، بقالي كام سنه على كده؟ يعني دخلت على اكتر من 6 سنين كده. كتير جدا. طيب في شرقه بالليل وانت نايمه؟ نعم. شرقه وانت نايمه؟ شرقه؟ اه بتيجي. في خنقه شويه وانت نايمه؟ اه في شخير وانت نايمه؟ في ايه؟ شخير وصوت عالي؟ صوت عالي؟ وانت نايمه؟ اه. طيب في عندك ضغط او سكر؟ لا هو انا عندي القرحه. عندك قرحه؟ عندك بلغم على طول نازل على معدتك وبطنك؟ لا اطلعه يا دكتور. بتطلعيه. طيب رحت يعني على طول مش عارفه اخد نفس كويس، رحت لاي طبيب انف واذن؟ اداني علاج وبرده ما فيش فايده، ورحت لدكتور صدريه
واداني علاج برضو ما فيش فايده. طيب النفس عندك اخباره ايه في مناخيري؟ لا احس ان النفس ضيق كده. لا بصي طبعا يا ام احمد، انت تقريبا حاله زي ما بيقولوا كده متشخصه، انت مشكلتك مشكله شخير. ممكن تعلي صوتك شويه؟ حاضر. طب ممكن تقفلي التليفون واسمعيني من التلفزيون، تمام؟ بص يا ام احمد، طبعا حالتك دي زي ما بيقول حاله فعلا حاله شخير، كل الاعراض عندك، الخنقه وانت نايمه، الصوت، الشرقه، الحرقان اللي في الحلق، ما بتناميش كويس، ها ابتدى النفس مش مظبوط. طبعا لازم نتشخص، لازم طبعا عمليات او علاج الشخير يا جماعه، عمليات. ما فيش حاجه اسمها تعليلي بقى خدي شويه الادويه دول والموضوع هينتهي تماما، لا، لان زي ما قلت وزي ما انتم شفتوا من الصور اللي احنا جبناها كلها مشاكل هتحتاج عمليات. مش هينفع واحد عنده لوز، مش هينفع واحد عنده حاجز انفي، مش هينفع واحد عنده غضاريف في الانف، مش هينفع واحد عنده سقف حلق مترهل وقافل زوره اقول له خد مضاد حيوي ولا خد حاجه للحساسيه تحسنك. احنا بنتكلم، بنخاطب عقولكم، مش بنخاطب كلامه خلاص. فانت يا ام احمد الحقيقه محتاجين نكشف عليكي، محتاجين نشخص عندك ايه، وبعد كده بنقرر العمليه. و42 ولا 43 سنه، انت صغيره جدا وفي بدايه موضوع الشخير. اسمعينا بقى وكملي معانا عشان تعرفي المشاكل والمخاطر والمصايب اللي ممكن تحصل بسبب الشخير. قلنا طبعا ضعف هزال عام وتعب، وقلنا كمان ريحه وحشه في الانف والحلق، وقلنا مغص اللي انا كنت لسه هبتدي اقوله، مغص وعلى طول مخاط نازل ويقول لك عندي معدتي على طول متهيجه وعندي على طول قولون. كل الكلام ده بسبب المخاط اللي على طول ما بينقطعش نهار وليل. طب مخاطر الشخير ايه؟ مصايب الشخير ايه؟ الكلام ده كله بعد فتره، بعد خنقه النفس والكتمه يبتدي يعمل لي ارتفاع في ضغط الدم كتير جدا، 30-40% من الحالات اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم بيبقى بسبب عندهم شخير. يبتدي يحصل تحميل زياده على القلب، يبتدي يحصل لغط ومشاكل ذبحه، والعيان القلب يبتدي يضعف. عشان كده بنخاف جدا، والشاطر اللي يبتدي زي ما بيقولوا كده يكتشف ويشخص الحالات بدري عشان ما ندخلهاش فيه ارتفاع ضغط الدم، مشاكل الشخير اللي للاسف لما بنبتدي نخش فيها ما بتتحسنش. بيتحسن الشخير لكن الاعراض الجانبيه والمخاطر ما بترجعش تاني. تخيلوا عيان الشخير ممكن يحصل له سكر. ايه ده؟ ايه علاقه السكر بالشخير؟ طبعا يا جماعه، ما عيان الشخير على عيان ايه؟ على طول متنشن، على طول قلقان، على طول متنرفز، على طول مخنوق. كل ده الضغط العصبي اللي عليه يجيب له سكر لو هو عنده زي ما بيقولوا قابليه للسكر، وبيحصل مشاكل في الغده الدرقيه بسبب الضغط النفسي. ايه تاني؟ بيحصل حالات طلاق كتير جدا. ايه علاقه الطلاق بالشخير؟ ايه علاقه الطلاق بالشخير يا دكتور هشام؟ انت بتعمل لنا حاجات غريبه كده بتقولها لنا. طبعا يا جماعه، لو كل واحد فيكم يدعبس كده في المشاكل الزوجيه، في كتير جدا الحقيقه ما بين الازواج والزوجات، نبتدي نشوف ان كتير جدا من المشاكل الزوجيه بسبب ان الزوجه ما بتتحملش زوجها بالليل وهو نايم على طول عامل لها قلق بالصوت العالي. بس لا طبعا، ده الصوت العالي والشخير والخنقه والضعف العام بيعمل لي حاجه، مشكله كبيره جدا اسمها ضعف جنسي. الضعف الجنسي ده من كتير جدا بيكون بسبب الهزال والتعب وكمية الأكسجين اللي بتوصل لكل عضو في الجسم بتكون قليلة جدا، وبالناتج من كده كله يبقى الشخص ضعيف في بنيته، ضعيف في قوته، فطبعا ما بيقدرش يقوم بمهامه الزوجية على أكمل وجه. ودايما بنقول كم من علاقات زوجية مكتملة أدت إلى حلول كتير جدا من المشاكل اللي بين الزوجين. وما كنتوش مصدقني اسألوا دكاترة اللي هم أخصائيين النفسيين والأخصائيين اللي هم ليهم علاقة بالمشاكل الزوجية، هيقولوا لكم إن كتير جدا من مشاكل الطلاق، كتير جدا من مشاكل الزوجية بتكون نتيجة دي لو دعبسنا وابتدينا نتكلم ونطلع الأمور على السطح زي ما بنقوله. وما فيش عيب، لا حياء في العلم إذا كان كنا بنتكلم بطريقة محترمة، طريقة مؤدبة، طريقة مسلمة. وطبعا لازم كل دون تحت مظلة الإسلامنا ومظلة تربيتنا الدينية ومرجعيتنا الإسلامية إن شاء الله. طيب إيه تاني؟ موت. إيه ده موت؟ يعني إيه موت؟ طبعا واحد بيشخر ممكن يموت، ممكن طبعا،
مش بنقول بيتخنق بالليل، مش بيقول بيحصل له شرقة، مش بنقول بيحصل له توقف في النفس، مش ده اللي بيحصل. وكتير جدا من الزوجات تيجي تقول لي ده انا بهزه افتكره ان هو راح في غيبوبه، افتكره ان هو لا قدر الله مات، لان نفسه بيتخنق خالص. يا جماعه من فضلكم، اللي انا بقوله ده كلام فعلا، لان العينين كتير جدا بتموت من جوه الغيبوبه اللي هي بتخشها، والاختناق وضعف وقله الاكسجين. يا ريت تجهزوا لنا الفيديو ونشوف حاله كده بتشخر، يا ريت نتفرج عليها عن كل اللي احنا قلناه. وهنفرجكم على فكره، دي حاله بسيطه من حالات الشخير، حاله بسيطه جدا، يا دوبك راح قاعد في عياده ولا راح قاعد في حته وراح في النوم. نتفرج ونرجع لكم مره تاني. رجعنا لكم تاني. اوعوا تفتكرونا ان احنا بنعمل عليكم بننيمه اوعوا تفتكروا حاجه زي كده، ده احنا عندنا حالات اصعب من كده 100 مره. ده دي حاله بسيطه زي ما بقولها لكم، بقول لكم وجايبينها لكم كده بس يعني عشان تعرفوا ايه لو هو بيمكن ينام في اي حته. تخيلوا ده ها بينام في السكه. طيب معانا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، استاذه ايمان. ايوه ايمان سمير مع حضرتك. اه اهلا يا ايمان، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ ده احنا كنا عاملينك الحمد لله دكتور. والله انت عارف حضرتك من ساعه ما عملت العمليه وانا بدل بتابع الحلقات بتاعت حضرتك لانها بتعجبني جدا. اخبارك ايه واخبار الحاجز الانفي اللي عملناه لك ايه يا ايمان؟ ده احنا مخلصينه بقالنا سنه. عايز اقول لحضرتك اني يعني انا ما بشتكيش حتى من الاعراض اللي كانت خالص، وبمارس حياتي طبيعيه جدا، ونزلت كمان اشتغلت شغل جديد، ويعني ما شاء الله منتهى السعاده. كانت شكوتك ايه يا ايمان قبل ما تعملي الحاجز الانفي؟ فكرينا كده عشان نفتكر معاكي. قبل ما اعمل حاجز الانفي كان في صداع متكرر، وكان في انسداد في الانف، وكانت في ريحه كريهه طالعه من بقي، وغير ان كان في عامل تعب شديد جدا في المعده. في المعده؟ اه، وكان في عدم توازن. تمام، اخبارك ايه بقى الاول؟ عملتي مخلصين العمليه بقالنا قد ايه يا ايمان؟ يعني كده يعتبر عدى عليها نقول مثلا اقل من سنه تقريبا. كويس جدا. اخبارك ايه بعد ما عملت العمليه بقى؟ لا الحمد لله، انا اقول لحضرتك من ساعه ما عملت العمليه تدريجيا كده بقى كل حاجه تختفي واحده واحده، ونفسيه اصلا عندي ان الصداع اختفى من عندي الحمد لله. يعني الحمد لله يعني انت يعني كل يوم ببقى بحاول ان انا اتصل بحضرتك عشان اشكر حضرتك والله. ربنا يعني يكرم، ربنا انا ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ربنا انا عايز اسالك سؤال مهم يا ايمان، هل انت كل فتره بتحس ان انت اتحسنتي اكتر من الفتره اللي قبلها؟ يعني بعد شهرين احسن، يعني بعد 4 أشهر كنت احسن من لما بعد قبل شهرين مثلا؟ يعني مثلا انا بقول لحضرتك يعني مثلا ايه، عدى شهرين عليا حسيت ان الحاجات دي بتختفي واحده واحده، 4 شهور حسيت ان الموضوع يعتبر اقول لك بنسبه 90%. ايوه الموضوع انتهى عندي خالص. هو ده كان سؤالي الحقيقه، يعني انت كل ما بتقعدي اكتر كل ما بتحسني اكتر. انا بعد ما عملت العمليه كنت مش متخيله ان الصداع ان يروح من عندي، كل الاعراض اللي انا كنت بعاني منها قعدت 4 سنين ان انا اعاني من الموضوع ده، قلت ان الموضوع ده ما كانش عندي امل ان يروح، يعني الاعراض اللي انا كنت بعاني منها دي. الحمد لله، اشكري ربنا يا ايمان. انا بشكرك جدا. لا شكري لله يعني. ومتشكرين على اتصالك. انا عايز اقول ان حالات الحاجز الانفي، حالات الحاجز الانفي يا جماعه لما بتتشخص مظبوط والحاجز بيتعمل بنسبه نجاح 100%، يعني بنعمل له تقويم 100% مظبوط زي ما حضراتكم شايفين. الحقيقه انا بتبسط جدا ان الحالات بتتصل بيا بعد فتره، لان كتير جدا من الناس الحقيقه تقول ان احنا عاملين الحاجز الانفي ورد مره تاني، احنا عاملين الحاجز الانفي وابتدى يتعبني بعد شهرين بعد 3 بعد 4. يا جماعه الحاجز الانفي لما بيتعمل مظبوط بيغير الحياه تماما، لان احنا بنعمل ايه؟ مناخير مكتومه، واحد كان عنده ما فيش مناخير، ما فيش نفس، ما فيش اي حاجه، وابتدينا كاننا بنعمل له مناخير من جديده، يعني بندخل هواء في مناخيره من جديد. وما اقولكوش الحقيقه اهميه
الهواء النقي اللي الواحد ممكن يستنشئه لما بيدخل في الفراغات بتاعت الجيوب الأنفية، الدنيا بتتغير عند الشخص ازاي. نشكرك يا أمان جدا، ويعني ربنا يكرمك إن شاء الله، والحمد لله تبقي كويسة وتستمري على كده على طول بإذن الله. طيب نرجع بقى الموضوع التاني بتاعنا، موضوع وش وطنين الودن، اللي الحقيقة ناس كتير جدا عندها مشاكل الوش والطنين. الحقيقة أسباب الوش والطنين كتير جدا، لكن الحقيقة اللي احنا شفناه إن من أكتر وأسهل حالات الوش والطنين لو في شوية شمع في الودان. يعني يا جماعة اللي عنده وش وطنين في الودن وكتمة، ما يقولش ده أنا تعبان، ده على طول يروح يكشف لأقرب دكتور أنف وأذن، لأن ممكن يبقى حتة شمع صغيرة قافلة قناة الودن وتعمل له مشاكل وسدة وتلخبط له الدنيا كلها. إيه تاني؟ كتير جدا من أسباب طبعا الوش والطنين بسبب ضمور العصب السمعي. ضمور العصب السمعي الحقيقة بيعمل وش وطنين، وكتير جدا لما بنشخص مظبوط وبنبتدي ندي العلاج او نركب سماعه او نبتدي نعمل زرع قوقعه سواء كان لكبير او صغير على حسب، الحقيقه النتائج بتبقى برضو مرضيه. ناخد اتصال. الو. الو السلام عليكم. استاذه جهاد اهلا وسهلا. ايوه دكتور السلام عليكم. عليكم بقول السلام. بقول لحضرتك دكتور، انا بس كنت عايزه اسافر. اتفضلي. الو. اتفضلي سامعك. ايوه يا دكتور. انا كنت من 5 سنين كده عامله عمليه في مناخيري، كان برضو نعيك في الحاجب او في الحاجب. ايوه. ايوه دكتور سامع، كملي اتفضلي. هو حضرتك علي صوتك، انا مش سامع صوت خالص. كملي اتفضلي. اتفضلي. طيب انا كان بيجيني صداع مزمن. تمام يا دكتور ماشي. انا كان بيجيني صداع مزمن من وانا صغيره قوي يعني. تمام. واكتشفت في الاخر ان انا رحت مستشفى كبيره يعني في ذئابيق، وفي دكتور قال لي هو ممكن يكون سبب الصداع الرئيسي هو مناخيرك وهو الحاجز وكده. المهم عمل لي العمليه، قعدت 14 يوم وحصل لي مضاعفات وكده، واخدت مضاد حيوي كتير جدا. فاللي هو انا من ساعه ما عملت العمليه وانا بقيت بتعب اكتر من الاول. كويس. هل رحتي كشفتي عند اي دكتور انف واذن تاني؟ لا، هو الدكتور ساعتها خوفني قال لي لا يا دكتور، الدكتور ساعتها خوفني وقال لي ما تعملي، حاولي ما تروحيش ابدا لدكتور انف واذن تاني، عشان مناخيرك العمليه كانت صعبه قوي، وكنت ساعتها هفوق في البنج او حاجه زي كده يعني. وقال لي ما يعني مناخيري فيها شرايح كتير وحاجات زي كده، قال لي حاولي ما تروحيش لدكتور انف واذن ابدا لا يعمل لك اي مشكله يعني. طب يعني، طب ما انت روحي له مره تاني ويحل لك المشكله، سهله اهو. لا، هي المشكله كمان ان انا مناخيري اتخيطت غلط يعني. هو الدكتور ساعتها سابني في العمليات، في حد خيط لي مناخيري غلط، وهو ما قاليش ان انا هفتح يعني. هو اساسا انا ما كنتش متخيله ان انا هفتح. بتكلمينا منين يا استاذه جهاد؟ نعم. بتكلميني منين؟ مكانك فين؟ دلوقتي؟ اه. بتكلم من مصر الجديدة. من مصر الجديدة. لا، الحقيقة طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه الحقيقة، ان انت يعني يتقالك ان انت ما تروحيش لدكاترة انف واذن تاني، لا يعملوا لك كذا، وانت تعبانة بقالك 5 سنين بعد العملية. لا يعني، شوفي حضرتك، انا يعني بشور على حضرتك ان اقرب دكتور انف واذن حضرتك تثقي فيه. انا كمان يا دكتور الموضوع بقاله سنة. يعني انا بقالي سنة ولا سنة ونص. في برضه مشكلة ان انا لما باجي قبل عريقي في مشكلة، كل ما اجي اكل حاجة حتى ان في تضخم في، مش عارفه ده من ايه يعني. لا بص يا استاذه جهاد، حضرتك طبعا تروحي لاقرب دكتور انف واذن قريب منك ويكشف عليكي تاني ويشخص الموضوع، واخده بال حضرتك، لان واضح ان عند حضرتك مشكله من بعد العمليه. فيفضل انت تتجهي لاقرب دكتور انف واذن وتكلميني مره تاني ان شاء الله، ونشوف قال لك ايه ونتابع معاكي باذن الله. لكن ما فيش حاجه اسمها ما تروحيش لحد، هتفضلي طول حياتك كده وبتتعبي اكتر، كلام طبعا ما هواش منطقي. تمام؟ تمام يا دكتور. طب انا بالنسبه لمناخيري كده هتكون محتاجه عمليه تاني ممكن؟ الحقيقه بالكلام اللي حضرتك بتقوليه اه، برضو مبدئيا هي كمان اصلا في جزء منها باين يعني، هي العظمه او الحاجز اللي كان موجود اظن كله ما اتشالش يعني. بص، بعد ما اتعملت اولا مناخيري كانت ملوحه، وقعدت اقول له كده قال لي لا هي عشان مكان العمليه. مكان العمليه يا دكتور انا شايفه مناخيري ملوحه، يقول لي لا هي مكان العمليه. معلش يعني خلينا برضو، بقى لها 4 سنين ولا مناخيري ملوحه وفي جزء منها باين طالع لبره ومتخيطه مش متركبه على بعض صح يعني. طيب ما هو يعني كل الكلام يعني، كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه الحقيقه بيسير في اتجاه ان في مشكله حصلت، وهنحتاج يا اما تروح الدكتور اقرب دكتور انف واذن لحضرتك او تجي لنا المركز. اهلا وسهلا بيكي، لكن ما تسيبيش نفسك بمشكله كده، ما ينفعش. تمام؟ تمام. اهلا وسهلا بحضرتك في اي وقت. العافيه. العافيه. نرجع لموضوعنا مره ثانيه ونتكلم على الطنين. يا جماعه الطنين في الموضوع من اكتر الحاجات اللي عامله قلق للناس كلها.
الحقيقه مخاطر الطنين ايه؟ الطنين بس مش موضوع وش، مش موضوع بس يعني زوزوه كده زي ما يعني اهلنا في الصعيد بيقولوا لنا. الحقيقه بيقولوا لنا عندي وشويش في ودني على طول، وداني بتشوش وبتوشوش عليا. الحقيقه كلام بنسمعه فعلا، الله يكون في عون اللي عنده وش. الحقيقه عشان كده من ضمن مخاطر الشخير مش بس الوش والصوت اللي بنسمعه، لا ده عندهم ضعف في السمع، بيوصل كمان حاله نفسيه سيئه جدا، بيوصل لحاجه اسمها الزهايمر، ان الواحد يبتدي ينسى، والواحد يبتدي خلاص يعيش في دنيا تانية خالص، ويعمل ضعف في الذاكره. ومن اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل هي الاحباط. طيب طنين الودن كمان من ضمن الحقيقه الاسباب اللي ممكن تبقى فيه، لو عندي مشكله في الاذن الوسطى، والاذن الوسطى ضغطه على الاذن الداخليه ممكن تعمل دوار وعدم اتزان، وممكن تعمل كمان الوش اللي احنا بنقول عليه. علاج ايه؟ العلاج الحقيقه طالما الموضوع بقى في صعب شويه، ودي لازم احنا بنقول حكيم الانف والاذن بنعرض لكم كل حاجه وبنقول نسب نجاحها بكل صراحه، ما بنتكسفش، لازم الصراحه والمصداقيه عندنا هو اساس البرنامج وحلقاتنا. الوش يا جماعه من ضمن الحالات الحقيقه اللي صعب علاجها، عشان كده التشخيص بتاعها بيبقى مهم جدا، وبنجرب مع العيان حاجات كتير جدا، وكتير جدا من الحالات الحقيقه يا اما الادويه بتجيب نتيجه معاه، يا اما عمليات بتجيب معاه نتيجه معاه، يا بنركب له سماعه، يا اما بنديله حقن داخل الاذن. المهم الانواع العلاج كتير جدا، وكل نوع بيعتمد على العيان. احنا معانا الحقيقه حاله كنا عملناها في اسوان، يا ريت تجهزوا لنا الفيديو لغايه ما ناخد الاتصال ده. أم محمد سلام عليكم. أم محمد طيب، أم محمد معانا؟ طيب يا ريت تجهزوا لنا طيب جهزوا لنا الفيديو كده ونشوف كده. إيمان حالة الحقيقة كانت من أسوان. الحقيقة أنا عايزكم تاخدوا بالكم بس من قد إيه إيمان كانت عندها إحباط، وما كانش عندها أي ثقة إن هي تخف، ما كانش عندها اي ولا حتى 1% ان هي تخف. عشان كده الحقيقه كانت جايه لي في منتهى الاحباط، وزي ما بيقولوا كده سابها لي نفسها، اعمل اللي انا عايزه، اعمل لي عمليه، اديني علاج، اعمل لي سماعه، شيل ودني، اعمل لي اللي انت عايز تعمله. لكن الحقيقه احنا دائما بندعو ربنا، واولا احنا بنعمله ان احنا بنشخص مظبوط، وبنطرق كل طرق العلاج، واولها الدعاء من عند ربنا ان يكون الشفاء على ايدينا باذن الله. فهمتها حالتها، قلت لها ايمان على فكره حالتك من الحالات الصعبه، وعشان تبقي انت عارفه انت محتاجه عمليه، والعمليه دي احتمال ما تجيبش نتيجه. عندك استعداد نعمل لك العمليه؟ ومع ايمانك ان انت ممكن العمليه ما تجيبش نتيجه هنعملها لك. مش عايزه هنديك علاج وبرضه يجيب نتيجه ما يجيب. الحقيقه كانت متجاوبه جدا، ومن كتر الاحباط اللي عندها قالت لي يا دكتور هشام اعمل اللي انت عايزه، انا واثقه في ربنا اولا واخيرا، ونعمل عمليه ونتوكل على الله. هتشوفوا ايمان جوه اوضه العمليات شكلها عامل ازاي الحقيقه، وقد ايه كانت محبطه، وقد ايه كانت برضو مع هذا الكم الاحباط كان عندها بصيص امل في ربنا اولا واخيرا. طيب ناخد اتصال كده الاول. الو السلام عليكم. ام محمد عليكم السلام، اتفضلي. انا ابني عنده سنه وثمان شهور. ايوه. بيشخر كتير. أيوة. وعنده اللوز على طول متضخمه. تمام. من كتر اللوز عملت له حيل تحت دانه. كويس. الدكتور قال لي اعملي اشاعه على البلعوم، عملت اشاعه طلع ليه؟ الانسداد الانفي كبير. كويس. الايه؟ اللحميه اللي في مناخيره دي طلعت كبيره. كويس. فقال لي طيب بص يا ام محمد انا هقول لحضرتك على حاجه، تابعينا عشان هنوريكي حالة لحمية النهاردة إن شاء الله. طفل بقى مش عنده سنة وثمان أشهر، عنده سنة. خليكي معانا وشوفي إن شاء الله الأم شكلها عامل إزاي والطفل شكله عامل إزاي. نبتدي الأول بإيمان داخل حجرة العمليات كده ونرجع لكم مرة تاني. ها قولي بقى. أنا بقالي أربع سنين تعبانة، لفيت كتير في أسوان في القاهرة، أنا جيت أكتر من مرة، كل واحد يقول لي عندك انزلاق غضروفي زي تعب الانيميا. اكتر حاجه بتتعبكي ايه؟ الدوخه ووجع المخ من ورا. الوش. الوش تعالجت عند دكاتره كتير، اخذت ست سبع شهور عند دكتور مخ واعصاب. اكتر حاجه تعبكي ايه دلوقتي؟
فوتني الوش اللي فوتني ما بيروحش خالص؟ لا ما بيغسلش اصلا. نهاره ايه؟ ليل ونهار. نهار كام سنة على كده؟ 4 سنين 5 سنين. يعني نفسك الوش يروح وتسمعك كويسة؟ ان شاء الله. خلاص قولي يا رب تاني. يا رب ان شاء الله. طيب هنعيمك بقى وبعد كده ايه نعمل لك العمليه وان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله. زعلانه ليك كده ومكشر خايفه؟ لا ها؟ لا ماشي يلا. والله يا جماعه يعني اللي يقول يا رب بصدق، اللي يقول يا رب هو واثق في ربنا ان ربنا هيجيب له الشفاء ان شاء الله باذن الله، ربنا هينزل الشفاء. هي قالت يا رب، ويعني كانت في لحظه فعلا، كانت لحظه زي ما يقولوا لحظه مريض، ودعا ربنا قال يا رب اشفيني، احنا عملنا اللي علينا. انا عايزكم تشوفوا ايمان بعد مثلا اسبوع من العمليه او 10 ايام كده، شوفوا اخبارها ايه، وصورناها تاني بعد شهرين ثلاثه عشان ايه ما يبقاش احنا دايما بنتابع العيان على فكره على طول، ما بنجيبش عيان بعد العمليه باسبوع ولا 5 ايام وتقطع صلاتنا بيه. انا مع العيان الى ما لا نهايه، دايما اقول له كده انا مكاني انت عارفني، انا موجود، انا هنا، طالما عملت لك عمليه انت في رقباتي مدى الحياه. نشوف ايمان بعد اسبوع كده من العمليه وتشوف التحسن، وهي نفسها بتقول ايه، ومدى فرحتها وابتسامتها والحياه عندها شكلها اتغيرت قد ايه. نشوف ايمان ونرجع لكم مره تاني. انا اسمي ايمان من اسوان، كنت بشتكي من الدوخة والدوار، الدوخة والدوار مش أقدر أكل ولا أقوم ولا أقعد من كتر الدوخة. لفيت على دكاترة كتير في أسوان، أنف وأذن ومخ وأعصاب، مفيش واحد معرفش. ليا 4 سنين بلف على الدكاترة، مفيش دكتور تاني عقد نافع. صرفت كتير، جيت بعد كده رحت اتفرجت على الدكتور هشام في التلفزيون، بعد كده راح جالي تعالج جديد في القاهرة، رحت له وراح كشف لي. بعد ما كشف لي قال انت عندك مشكلة في ضغط الدم العدوي، عمل لي مقياس دم مقياس ضغط الود، راح قال لي عندك مشكلة في الودن، في الودن الداخلية، هي دي اللي ضغط عاملاها لك الدوخة والدوار والمشاكل اللي عندي. راح قال لي هنعمل لك عملية أنابيب. جيت بعد كده من كتر ما انا مرضت ومش لاقيه لي حل، قال لي صرحني وقال لي العمليه مش مضمونه. رحت انا توكلت على الله وقلت له اعملها، وعملتها النهارده بقالي 3 ايام والحمد لله حاسه بتحط، مش حاسه بدوخه ولا اي حاجه والحمد لله. السمع حوالي 70-80% كده كويس عن الاول، ما كنتش بسمع. بعد 3 ايام من العمليه يا ايمان، طبعا على فكرة هي كانت في أسوان وجات للقاهرة زي ما هي بتقول، وبعد كده ابتديت أنا الحقيقة أهل أسوان والأقصر وأهل الحقيقة الصعيد يعني أرتبط معاهم بالتليفونات والتواصل، لكن بعد كده ابتديت أروح لهم. على فكرة هي جات لي صورناها بقى الحلقة اللي فاتت من شهر تقريبا، يعني تقريبا كان عدى، أنا بروح أسوان بقى لي 4-5 أشهر الحقيقة، هي قالت شهرين لكن احنا بقى لها تقريبا 4-5 أشهر عاملة العملية. أنا عايزين نشوفها بعد كده يعني بعد 3-4 أشهر حتى بعد العمليه شكلها عامل ازاي. المره اللي انا صورتها اللي هي جايه دي بقى صورناها في اسوان، وهي جات لي هناك في مستشفى الهلال الاحمر اللي انا بروحها ان شاء الله في اسوان باذن الله، رايحينها يوم 30 و31. نتفرج كده ونرجع ونشوف اخبارها ايه. انا ايمان بتاعت اسوان، كنت عامله عمليه انابيب عند الدكتور هشام. عاملاها من قد ايه يا استاذ ايمان؟ عاملاها من شهرين بالظبط. دلوقتي الحمد لله ولا بحس ولا بدوخ ولا بترجيع ولا باي حاجه من اللي كنت بحسها فيها. تمام. الدكتور هشام السمع عامل ايه؟ طمنيني، انت فاكره انت اخر مره قلت لي السمع كان ايوه في كلام كتير بيطر مني دلوقتي الحمد ده بعد العمليه قبل العمليه كده قلت لي ان السمع اتحسن كام؟ 70-80%. دلوقتي قولي لي بعد شهرين بقى، لا الحمد لله خالص بيجي تسمع كويس خالص. نزل سمعك كام؟ قولي لي نزل سمعك كام النهارده؟ الحمد لله 100%. الحمد لله. الحمد لله. هل في ودن بتعباكي عن الثانية؟ في ودن مضايقاكي؟ لا والله الاثنين زي بعضين الحمد لله. أيوة. كنت بتعب كتير وكنت أختي كتير، بس الحمد لله دلوقتي ما بحسش بأي حاجة. الحمد لله. الحمد لله. حافظي على ودانك، الحمد لله، وأنا شايفك زي الفل ما شاء الله. الحمد لله، شكرا. تمام؟ مع شكرا دكتور هشام، بارك الله فيك. ألف سلامة عليك. الله يسلمك.
هي مسميه نفسها، هي مسميه نفسها يا جماعه انا ايمان بتاعت اسوان، يعني خلاص هي لبست فيها ايمان بتاعت اسوان وهي ما شاء الله بقت زي الفل، ويا رب يتم الشفاء وتفضلي على طول كويسه يا ايمان. هنتكلم دلوقتي على اللحميه يا جماعه، لحميه الاطفال الصغيرين. اختنا الفاضله المتصله اللي هي ام محمد اللي طفلها عنده سنه و8 اشهر، انا النهارده هوريكم لحميه الاطفال الصغيرين. اللحميه الاطفال الحقيقه عامله لنا مشاكل كتير جدا. ايه بقى لحميه الاطفال؟ بتظهر امتى وايه مشاكلها؟ لحميه الاطفال يا جماعه ونمره واحد، لحميه الاطفال بتتكون عند 9 اشهر، وبتتكون عند 6 وتبتدي تظهر في الاشعه عند 9 اشهر يا جماعه. مفيش حاجه اسمها لحميه قبل كده، مفيش حاجه اسمها انا طفل مولود باللحميه ومخنوق على طول، مفيش حاجه اسمها الطفل اصل ما على طول طول عمره عنده اللحميه، مفيش حاجه اسمها كده خالص. اللحميه مش بس بتعمل سده، بتعمل خنفه، وبتعمل يعني عدم اكتمال للنطق، وبتعمل مشاكل في السمع، بتعمل ميه ورا الطبله. اللحميه واللوز يا جماعه من اخطر الحاجات وخاصه في السن الصغير، عشان كده احنا ما بنحبش نتكلم كتير ونقول ده اللحميه بتعمل وما بتعملش. احنا نفرجكم على طول على فيديو عندنا كان طفل عنده سنه عنده اللحميه، هنشوف امه والدته بتقول ايه، وعملنا له اللحميه شكلها عامل ازاي، وبعد العمليه شكلها عامل ازاي. احنا دايما بنعمل لا نتكلم، نشوف فيديو ونرجع مره تاني. طيب عقبال ما جهزوا الفيديو بنتكلم على اللحميه. هو اللحميه بترجع تاني؟ اللحميه يا جماعه ما بترجعش تاني. اللحميه قلنا اللحميه لم بس على فكره عشان يبقى انا برضو امناء وكلامنا فيه مصداقية 100%، اللحمية لما بتتشال عند أطفال الصغيرين عند الطفل اللي عنده سنة ده ممكن ترجع تاني، تمام؟ لكن لما بتتشال عند طفل عنده 3 سنين 5 سنين ما بترجعش. لكن كتير جدا من الأطفال بنبقى فعلا صرحة مع العيان، لما بحس إن اللحمية دي شكلها ممكن ترجع ببلغ العيان مرة تاني. طيب نشوف الفيديو كده ونرجع مرة تاني. أنا والدي محمد طارق، ابني عندي 7 شهر، ومن هو عندي 9 شهور ابتدت معاها اللحميه دي، فاشتغلت خانقه بدوره وشخر هو ونوم، وحتى هو وضحه برضه بيتكلم كده ودانه وتلمعه بيعيط وينفط في ودانه. فانا الاول افتكرت ودانه بيضحك، قالوا لي على راس الدكتور وقال لي لحميه، فجيراني خوفيني منها قوي وقالوا لا ما تعمليش لحميه ده لسه صغير، ازاي تعملي لحميه وهو عنده 9 شهر؟ فالدكتور قال لي عادي ما فيهاش حاجه، بس صراحه انا اقتنعت اكتر بكلام الجيران لما خوفوني. فلما جيت هنا للدكتور هشام ووريهالي على النظام وشفت ازاي هي تعبه ابني وخانقاه، فصراحه اقتنعت بيه، وان شاء الله باذن الله بكره هنعمل عمليه وهنشوف ان شاء الله ربنا يشفي. اولا انا بشكرك جدا لصراحتك الحقيقه، يعني ليه؟ لان كتير جدا من امهاتنا ها على طول تروح للدكتور يقول لها انت محتاجه عمليه، ترجع لجارتها لصاحبتها لحبيبتها لخالتها لعمتها ها تقول لها لا ده ابنك قصير، ده ابنك رفيع، ده ابنك لسه صغير، ده ابنك لسه ما كملش 3 سنين، ده ما كملش 5 سنين، ده لسه ما دخلش ابتدائي. تسمع كلامها وتجيلي بعد كده بتعيط بمشاكل. انا بشكرك لصراحتك ان انت رحتي قلت لجيرانك ونصحوكي نصيحه غلط ان انت ما تعمليش العمليه. لكن تعالى نشوف الاول هي بعد ما الكلام ده كله رجعت لي تاني وقالت برضو تتوكل على الله ها ونعمل اللحمية ونشوف اخرتها مع الدكتور هشام ده ايه اللي هيحصل. نشوف كده اثناء العملية الطفل الصغير اللي هو عنده سنة كمية اللحمية في مناخيره قد ايه، ونرجع مرة تانية عشان نعلق على اللحمية. تمام، ما دلوقتي بنعمل طبعا اللحمية بتاعت الطفل الصغير اللي عنده سنة زي ما حضراتكم شايفين اهو. حاجة هنطلع اللحمية دلوقتي ولا هذه اللحمية اهي خارجة اهي. طبعا لحمية كبيرة جدا مقارنة بالطفل. شفتوا يا جماعة اللحمية قد ايه؟ على فكرة شفت الطفل كله عنده سنة قد ايه؟ وطالعة منه لحمية قد ايه؟
طبعا برضو مش هنتكلم، مش مهم اللحميه، انا ما يهمنيش في حاجه خالص الحقيقه الا العيان، الا شكوه العيان قبل وبعد العمليه. هو ده زي ما بيقولوا اتفاق بيني وبينه، قبل العمليه شكلك عامل ايه، بغض النظر بقى اللحميه كبيره صغيره، اللي هو سكبيله صغيره، ما تيجي نشوفها هي الام نفسها حست بايه بعد العمليه. ونرجع مره تاني. محمد الله يسلمك يا دكتور. انا اخبار الامنين الحمد لله تابعي كويس قوي قوي، انا يا ريتني كنت عملتها من زمان. الحمد لله ده. يعني الحمد لله انت سمعت الكلام. والله كنت خايفه الاول، لان ناس كتير قوي تقول لي لا ما تعمليهاش، ازاي ده عيل صغير حرام عليكي، ولدرجه ان لسه برده اول امبارح واحده قابلتني لما والله انا عملت الابن عمليه، راحت قالت لي وهون عليكي ترمي ابنك او ابنها اهو ربنا محمد كده نايم مرتاح خالص ما شاء الله. ايوه هاي كان بينام كده قبل كده؟ لا يعني كان يا دكتور الشخيره بتاعته وما قدرش انام، انا نايمه على الجنب ده عشان انا نايمه جنبه، برضه الشخره نايمه على الجنب ده مع دراعي مش قادره انام من صوت التشخير بتاعه، تشخيره تاني، ودايما يا دكتور ينفض لي في وداني، يعيط وينفض في وداني، فانا الاول حتى مش في بالي خالص اللحميه كان عاملاها وداني. ورحت الدكتور معاه واثنين ومش المهم دلوقتي الحمد لله كويس؟ لا الحمد لله قوي قوي. انا والله بنصح كل ام ما تتاخرش على ابنها لا في سن 9 شهور ولا 6 شهور ولا سنه ولا اقل من كده، بعد ما ولادتها باسبوع لو لاحظت كده ما تتاخرش عليه، لان اللي تعبته انا وابني صراحه مش عايز اي حد يتعب التعب اللي انا تعبته. لان الدكتور بسم الله ما شاء الله دكتور هشام انا طلعوا لي من اوضه العمليات كانه نايم، انا كنت عامله يطلعوا في شاش في دم في قطمه حاجه كده ابدا، وحياه ربنا كانه نايم. انا محمد انا شايفه نايم ما شاء الله وهادي ونفسه حلو ما شاء الله. ايه ده احنا كنا بننام الصبح يا دكتور. ياه والله كنا بننام الصبح ما كانش بينام اصلا، يعني ما لحقش اروح في النوم هلاقي افتح، ما لحقش اروح في النوم انا تعبت اكتر منه. فلازم ان هي لازم ما تتاخرش على ابنها في عمليه زي دي، وما تخافش انا ابني اهو عملها وبعد اسبوع واديكم شايفينه انا جايه بيه وهو زي الفل ما فيش اي حاجه، فيا رب يشفيه ويشفي كل اللي زيه، ومش عايز اي ام تتاخر على ابنها. انا متشكر جدا ليكي، متشكر جدا لنصيحتك لكل الامهات، وهو ده اللي انا عايز اقوله الحقيقه يا جماعه. يعني اتفرجوا على البرامج الطبيه يا جماعه، استفيدوا، ويا ريت نبتدي يبقى عندنا ثقافه طبيه بقى جديده محترمه في مصرنا الجديده، ونبتدي كلامنا ناخده من المختصين والمتخصصين كل في مجاله. دكتور الانف واذن يتكلم في الانف والاذن، يتكلم في الرشح والعطس والانفلونزا، يتكلم في اللوز، يتكلم في اللحميه، يتكلم في الودان، يتكلم في الحنجره، ما نتكلمش في اي حاجه، ما ينفعش انا اروح اتكلم على المغص والاسهال والامساك، ما ينفعش. كل واحد يتكلم في تخصصه بيجيب نتائج كويسه. مشاكل الشخير يا جماعه للاطفال الصغيرين واللحميه لا تنتهي، مش عشان شله اللحميه والطفل ابتدى يتنفس كويس هي دي غايتنا، ده احنا اهم حاجه عندنا ان الطفل ده مشاكل الميه اللي ورا الطبله، مشاكل السمع، مشاكل الكلام، مشاكل الحروف، مشاكل النطق، مشاكل الفهم، مشاكل عصبيه الطفل اللي هو بيبقى مخنوق بالليل ودون كله بيؤدي الى عصبيه الاب والام ومشاكل، الام ما بتنامش والطفل ما بينامش. فمن المهم جدا ان احنا نبتدي ناخد بالنا الحقيقه من لحميات الاطفال ها ومشاكلها، الخنقه بتاعت الاطفال الصغيرين دي من اخطر الحاجات، من اخطر الحاجات ان احنا ممكن الطفل يبقى عنده خنقه وعنده شخير وعنده رشح وعطس انفلونزا. فمن فضلكم يعني نصيحه زي ما هي الام محمد نصحت، من فضلكم كل ام تاخد بالها من اطفالها لان هم دول الشبابنا بتوع المستقبل. الحقيقه بيبلغوني ان وقتنا خلص، كان عندنا الحقيقه فيديوهات كتير وعندنا كلام كتير نقوله، لكن بنوعدكم ان شاء الله ان الحلقه الجايه باذن الله هنجيب لكم موضوع نقط الانف ومشاكله. نقول ايه؟ بنفكركم مره تاني ان شاء الله ان احنا يوم الاحد الجاي باذن الله 19 ان شاء الله هنكون في دمنهور، والحد اللي بعده في كفر شكر، وباذن الله يوم 30 وفي الاقصر، يوم 31 في مستشفى الهلال الاحمر في اسوان، لان احنا غيرنا المكان بتاعنا، والعناوين موجوده قدامكم على الشاشه. برضو بنفكركم ان الثلاثه الجاي ان شاء الله ميعاد حلقتنا من 1 لـ 2، والاعاده اللي ما بيتابعناش ممكن يتابعنا يوم السبت من الساعه 9 للساعه 10، او يخش على اليوتيوب او يخش على السايت بتاعتنا اللي احنا حاطينها
اللي هي سنور هشام دوت كوم. بنقول مرة تاني الفائز النهاردة معانا هو أم أحمد اللي عندها 43 سنة وكان عندها موضوع الشخير وعمل لها مشكلة. تيجي تتفضل هنكشف عليها وهنعمل لها الفحوصات، وكمان إذا قدرنا إن شاء الله وفي مستطاعتنا إحنا نعمل عملية هنعملها لها. وأخيرا بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، قول ورايا أمين. مع دعواتي دكتور هشام إبراهيم. Mm-hmm.